أهلا وسهلا، أهلا بالحضور الكريم، أهلا بسعادة العميد، أهلا بالوالد. أهلا دكتور. أهلا بالحضور، أهلا بكم جميعا. أسأل الله صباحكم بكل خير. زينتم المكان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الإصباح مسخر الرياح ديان الدين رب العالمين الذي تفضل علينا بمنه وكرمه وأغدقنا بلطفه ونعمه وفرصلة وأدومها وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه المنتجبين. الوالد سعادة عميد الكلية إداريو الجامعة معلمي أعضاء هيئة التدريس ضيوفنا الموقرين إخواني الطلاب السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ووطأتم سهلا، مرحبا بكم في نشاط أبنائكم وإخوانكم والمقدم من طلاب التربية الميدانية بقسم التربية الخاصة برعاية كريمة من والدنا سعادة عميد الكلية، وهو معرض بعنوان علم الأحياء العام وعلاقته بالتربية الخاصة. وخير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ الواعد عبد الرحمن العمر، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أملان مع كلمة طلاب التربية العملية ينوب عنهم الأستاذ الواعد عبد الله الوليد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائنا من العلوم فكمله ثم أرسل سترا من رحمته وأسبله ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله وصلاة وسلاما مباركين على النبي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير المعشر وسلم تسليما إلى يوم البعث. أما بعد، حضورنا الكرام من ضيوف وأساتذة وطلاب يشرفنا ويسعدنا، نحن طلاب التربية العملية، حضوركم ومشاركتكم لنا في حفل ختامنا هذا الذي ازدان بالعلم والمعرفة
فحياكم الله وأحياكم وأبقاكم للأمة تصلون أسبابها وتعيدون لها نضرتها وشبابها وللإسلام ترفعون أعلامه وتدفعون ظلمه. أيها الضيوف الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري أن ألقي كلمة نيابة عن إخواني الطلاب معبرا فيها ومترجما كل معاني الشكر والامتنان لكل من أتاح لي فرصة المثول أمام هذا الحشد الكريم، لأنقل عبر هذا المنبر كل مشاعر إخواني الطلاب. إخواني، إنها لأعوام صارت وانقضت في العلم والأدب، تلقينا خلالها صنوفا من العلوم وإثراء الفكر، ونحن إذ نحمد الله عز وجل على ما وصلنا إليه. إخواني، وبكل فخر واعتزاز وكل جهد أقدم فاق الامتياز، فنقدم نحن بجزيل الشكر والامتنان وحفاوة امتدت طوال الأعوام إلى سعادة عميد الكلية الدكتور ميحان بن عبد الله الرشيدي لتشريفه الحفل، والشكر أيضا موصول إلى الدكتور عبد الحميد العرفج والدكتور خالد عزي والدكتور طارق عبد العزيز وأيضا الدكتور محمود عبد الحي والدكتور عمر السيد لتواصلهم المستمر معنا خلال فترة تربية العمل.